مشاهدينا الكرام سلام المسيح. بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب. لكن قبل ما نبدا حلقه اليوم اريد بالنيابه عن اسره برنامج عبر الكتاب ان نتقدم بالتعزيه لاخونا الحبيب رشيد الذي توفى والده بالامس ونحن نعلم مدى صعوبه الفراق لكن نصلي له وللعائله ان يسكب الرب من روحه القدوس تعزيات وسلام يملا بها القلب والفكر. موضوع حلقه اليوم هو عن معجزه تحويل الماء الى خمر. هذه هي اول الايات التي صنعها الرب يسوع له كل المجد. واحنا في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن المسيح صانع المعجزات. وراينا كيف ان المسيح تميز ليس فقط بالكم ولكن بنوع المعجزات الكثيره التي صنعها الرب يسوع. عمل كل انواع المعجزات من شفاء واشباع جموع واخراج شياطين وممارسه سلطان على الطبيعه وقيامه الاموات. كيف لا وهو الرب الذي ظهر في الجسد الكلمه الذي صار جسدا وحل بيننا الذي به كل شيء كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. اليوم اريد ان نستكمل معا حديثنا عن اول معجزه وهي معجزه المسيح تحويل الماء الى خمر التي تمت في عرس قانا الجليل متى واين ولماذا صنع الرب يسوع هذه المعجزه وما هي مدلولاتها واهميتها اللاهوتيه ما هو التعليم الكتابي الذي يعلم لنا الكتاب المقدس عن موضوع الخمر بوجه عام وكيف نرى هذه المعجزه في ضوء تعاليم الكتاب المقدس كله حلقة اليوم هي أيضا بث مباشر ولهذا يمكنكم أعزائي المشاهدين الاتصال بنا فخطوط التلفونات مفتوحة لكم ويسعدنا أن نستقبل مداخلاتكم وأسئلتكم المرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن المسيح صانع المعجزات قدمنا مقدمة بسيطة عن معجزات الرب يسوع المسيح وكل اتكلمنا عن مدلولات هذه المعجزات وما تقدموا لنا هذه المعجزات من حقائق عن شخص يسوع المسيح وحابب انه في عجاله سريعه انه امر شويه على بعض الاشياء اللي اللي بسبب الوقت ما قدرناش نغطيها المره اللي فاتت لكن حابب اتكلم عن لماذا المعجزات لماذا صنع يسوع المسيح هذا الكم الهائل من المعجزات اول حاجه بنشوفها ان المعجزات هي اعلان ودي كلمه مهمه جدا لانها بتعلن بتعلن لي عن مجيء الكلمه المتجسد الذي صار جسدا وحل بيننا ولانه هو كلمه الله ولانه الله الذي صار في الجسد فهو استطاع ان يصنع كل شيء لم يوجد امر واحد لم يستطع المسيح ان يفعله كل الامور صنعها المسيح كل أنواع المعجزات شفى كل أنواع المرض اه انتهر الطبيعة مارس سلطان على الأرواح الشريرة اه لمس الأبرس وبكلمة برأ الأبرص اه أقام الأموات بكلمة اه كل هذه الأشياء عملها لأنه هو الذي يستطيع كل شيء فهي إعلان عن الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا الحاجه الثانيه عن المعجزات هي ان المعجزات هي ايضا اعلان بس اعلان عن صفات وطبيعه الله الله القدير الذي يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه امر انه ازاي حتى الرب يسوع في كل المعجزات التلاميذ كان في بعض الاشياء لا يستطيعون ان يفعلوها، لكن الرب يسوع بكلمه كان يبرئ يشفي يشفي عن بعد ويشفي عن قرب، يشفي الذين يلمسهم بيده ويشفي عندما تخرج من فمه كلمه حتى لو كانوا في قرى بعيده كانوا ايضا يشفون. ايضا المعجزات هي تعبير عن حضور الله. ولهذا فهي تهدف الى جذب الانسان نحو الله. الله حاضر في وسطنا وعندما يكون الله حاضر في وسطنا فهو يتحنن عشان كده المعجزات لم لم يصنع الرب يسوع معجزه واحده من اجل ذاته لكن الرب يسوع صنع المعجزات لانه هو الحاضر الاله الذي يتحنن يشفق على الجموع يتحنن عليها ويمد يده فيشفي كل مرض وكل داء في الشعب كان يقول يصنع خيرا هو عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا أيضا المعجزات هي إعلان عن حب الله الفعال نحو الإنسان الله حب وقد تجسد هذا الحب في يسوع المسيح الذي جعل نفسه متاحا لكل المحتاجين الرب يسوع جعل نفسه متاح وشفنا المرة اللي فاتت أنه انه قد ايه كانوا بيأتوا إليه بمرضى كثيرين و و وحتى كانوا المرضى دول وهو داخل المدينة كانوا بيصطفوا في السوق في مدخل المدينة ويقول الكتاب انه انه شفى جميع المرضى شفى كل المرضى انه كان يسوع يقول يصنع خيرا فهو الله الذي احب الإنسان واحب الإنسان في ضعفه وفي ضعفه الجسدي وفي احتياجه إلى لمسة إلهية معجزات المسيح أيضا كانت تحقيق لنبوات العهد القديم وأن المسيح الذي سيأتي سيصنع معجزات عظيمة جدا والمعجزات هي برهان وتأكيد على أن المسيح هو المسيح الذي جاء الذي تكلمت عنه نبوات العهد القديم ولما صار المساء قدموا اليه مجانين كثيرين فاخرج الارواح بكلمه وجميع المرضى شفاهم لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل هو اخذ اسقامنا وحمل امراضنا هو كان تحقيق شفاؤه كان تحقيق لنبوات العهد القديم كمان ان معجزات المسيح كانت اعلان عن قدرة المسيح على غفران الخطايا وكلمنا عن الجزء ده المرة اللي فاتت انه لما رأى يسوع ايمانهم كانوا اربعة من اصحاب شخص المفلوج اللي موجود شايلينه على السرير ولما عرفوا ان يسوع موجود في احدى البيوت قرروا أن يحملوا صاحبهم ويأتوا به إلى يسوع ويضعوه أمامه لكي يشفى لكن لما وصلوا وجدوا مشكله كبيره جدا وهي انه الناس مكتظه وانه ما فيش مكان حتى يقدروا يدخلوا منه الى البيت فعملوا ايه ففكروا انه احسن طريقه ان نطلع فوق على الروف ونشيل السقف اللي معمول من الخوص الى غيره وننزل صاحبنا دوان ندليه بسريره ونضعه قدام المسيح يقول الكتاب فلما راى يسوع ايمانهم فلما رأى يسوع إيمان أصحابه الذين أتوا إليه لكي يشفيه قال للمفلوج يا ابني مغفورة لك خطاياك طبعا السؤال أليس أسهل أن يقول المسيح يا ابني قم وامشي لكن المسيح قال مغفورة لك خطاياك وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا بتجديف اعتبروا ان كلام المسيح تجديف ليه لانه من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده ودي النقطه الحقيقيه اللي بيقولها الكتاب مرات ومرات في كل صفحات الكتاب المقدس لا يستطيع احد ان يغفر الخطايا الا شخص الله وحده عشان كده مزمور 51 داود يقول للرب اليك وحدك اخطأت والشر قدام عينيك صنع نحن عندما نخطئ نخطئ في حق الله اولا وعشان كده الذي يستطيع ان يغفر الخطايا هو شخص الله لما ياتي يسوع المسيح له كل المجد ويقول للمفلوج يا ابني مغفوره لك مالهوش يا ابني الله انا اصلي لله عشان يغفر خطاياك ومالهوش يا ابني انا بطلب من الله انه يغفر خطاياك لكن قال له يبني مغفوره لك خطاياك. والسؤال هنا بأي سلطان يفعل هذا؟ إن كان هو زي ما يقول البعض إنه مجرد إنسان، إن كان المسيح مجرد إنسان بأي سلطان يبقى المسيح فعلا جدف، يبقى المسيح قال حاجة مش حقيقية وحاشا للرب يسوع. لكنه لأنه هو الكلمة الذي صار جسدا هو يقدر أن يغفر الخطايا. كمان حاجة تانية المعجزات بتؤكد زي ما قلت ان المسيح ان يسوع هو المسيح تفتكروا لما تفتكروا حضراتكم لما يوحنا كان مسجون يوحنا المعمدان كان مسجون وارسل تلاميذه للرب يسوع لكيما يسأل الرب يسوع هذا السؤال مباشرة أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ احنا عارفين انه المسيح لما يجي هيصنع معجزات هي هيحرر هيكون قائد يخرج من السجن يخرج المظلومين بس انا موجود في السجن انا مظلوم وموجود في السجن فارسل يوحنا المعمدان تلميذي الى يسوع المسيح وسالوه هذا سؤال انت هو الاتي ام ننتظر اخر مع انه يوحنا في المعموديه المبارك الاتي باسم الرب مع يوحنا يوحنا قال انت تاتي لي لكي تعتمد انه انه انا لا استحق ان انحني واحل سيور حذائه لكنه هنا بعد اثنين من تلاميذه وكانت اجابه الرب يسوع اجابه غريبه جدا ليه لانه كان ممكن الرب يسوع يقول قول ليوحنا تشدد يا يوحنا تشجع يا يوحنا ما تخافش يا يوحنا قول ليوحنا انه انه آه أنا فعلا المسيح لكن الرب يسوع قال إجابة لا يستطيع أن يفهمها إلا قارئ العهد القديم ودارس العهد القديم يقول إيه قولوا ليوحنا هذا الكلام العم يبصرون والعرج يمشون والبرز يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيا طوبى لمن لا يعثر فيا انه هذه هي انه المعجزات كانت دليل على انه هو المسيح ان العمي بيبصروا والعرج بيمشوا والبرص والصم والموتى والمساكين كل هؤلاء المعجزات التي صنعها الرب يسوع المسيح له كل المجد كان الدليل وبرهان على أنه هو المسيح في الفكر اليهودي في ثلاث أنواع من المعجزات إذا عملهم الشخص يبقى فعلا هو المسيح وطبعا طبعا العهد القديم بيتكلم عن حاجات كتير جدا بس في الفكر اليهودي وعارفين انه قد الناس في وقت المسيح المسيح منتظرين المسيح. اول حاجه كانوا منتظرين انه المسيح يعملها لما يجي انه يوجد شفاء لمرض الابرس او البرس. والمرض البرس ده مرض جلدي آه، وكان رمز للخطيه والابرس مش بس بيعاني جسديا لكنه بيعاني نفسيا وبيعاني روحيا الابرس كان بيعزل عن المجتمع الابرس كان بيعزل عن مكان العباده الابرز ما كانش يقدر يروح الهيكل ويصلي او انه يكون مع جماعه الرب وهي رايحين يحتفلوا بالاعياد والمواسم الابرز ما كانش يقدر مثلا ياخد ذبيحه ويروح بيها إلى إلى, الى 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 الهيكل الابرز كان منبوذ من الناس ومنبوذ ايضا من الكهنه ومن معلم اليهود وما لهوش علاج ما لهوش علاج أن الشخص الوحيد الذي وجد على هذه الأرض الذي مد يده ولمس الأبرز هو شخص يسوع المسيح اللي شفى الأبرز بكلمة اللي شفى مرة عشرة برز كانوا جايين مع بعض هو شخص يسوع المسيح وحده الذي أوجد وكانت كلمته وكان أيضا لمسة يده هي الشفاء لمرض البرس اللي وضع نهايه لانعزال الانسان عن الله ولانعزال الانسان عن المجتمع. كمان المعجزه الثانيه هي انه يمارس سلطان على العالم الغير المرئي. وطبعا النهارده في معجزات كثيره اخراج شياطين، لكن كل معجزات اخراج الشياطين بتتم باسم الرب يسوع وبسلطان الرب يسوع، لكن الرب يسوع عندما كان يصنع هذه المعجزات كان بكلمه منه. يقول اخرج فيخرج ينتهر فيخاف ويخرج الشيطان او يخرج الروح الناجس حتى الارواح الكثيره لجئون كتيبه الكبيره اللي كانت مستوليه على هذا الشخص بكلمه من الرب يسوع شفاه وارجعه الى طبيعته كمان انه يعطي حياه ويخلق ورب يسوع خلق عندما لمس عيني الاعمى المولود اعمى، خلق له اعصاب جديده وعين جديده وقرنيه جديده وعدسه جديده لم تكن موجوده، كل هذا لم يكن موجود عندما ولد هذا الانسان الاعمى، لكن الرب يسوع خلق خلق كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. المعجزات كمان اظهرت سلطان يسوع على الاحياء والاموات وبالاخص على الاموات. ابن تييروس اقامها المسيح ابن ابن الارمله اقام المسيح وهم شايلينه وحاطينه في الاكفان ورايحين يدفنوه الرب يسوع تحنن ووقف النعش و... وقال له قوم فقام ورد الى الى ام الارمله الشخص الثالث هو شخص ايضا العازر العازر لك اقولكم زي ما قال احد الوعاظ ان الرب يسوع هنا كان محدد جدا لما قال العاذر ليه لانه لو ما كانش قال العاذر وقال بس لك اقولكم كان القبور اللي موجودة كلها حوالين العاذر كانت فضيت لكن هو امر بس العاذر انه يخرج وبعد ان انتن بعد ما قالوا اربعة ايام في القبر المعجزات ايضا اظهرت سلطان يسوع على الطبيعة إنه إنه إزاي ينتهر شجرة التين التين في الحال أظهرت سلطان يسوع على المياه إنه يمشي على المياه وإنه أيضا يأمر بطرس إنه يعمل نفس الشيء ويمشي على المية أظهرت أيضا سلطانه على سمك روح يا بطرس واصطاد سمكة والسمكة اللي هتلاقيها افتح فمها فتجد لك استارا ادفع لي ولك سلطانه أيضا على على الطبيعة البحر والريح من هو هذا حتى أن البحر والريح يطيعانه من هو ده سلطان يسوع لكن هاجي لسؤال دايما بي بيسألوا البعض لنا طب أنتوا بتتكلموا بقى عن معجزات المسيح والمسيح عمل معجزات كثيرة ثم بقية الأنبياء عملوا معجزات تم موسى عمل معجزات ثم إلي عمل معجزات وأليش عمل معجزات وغيرهم عملوا معجزات، انتوا عاملين ليه مشكلة كبيرة؟ وعاملينها ليه قضية؟ إنه المسيح عمل معجزات. وهنا لابد إن إحنا نتكلم عن الفرق ما بين معجزات المسيح وعن معجزات بقية الأنبياء، أو ما يجعل المسيح مختلف في معجزاته عن بقية الأنبياء الذين صنعوا معجزات من قبل. أول حاجة، في على الأقل أكثر من ثلاث اختلافات أساسيين بيأكدوا لنا أنه شخص يسوع شخص مختلف جدا عن كل ما صنع معجزات من قبل أول حاجة أحب أذكرها أن معجزات المسيح معجزات الأنبياء مقارنة بمعجزات المسيح معجزات الأنبياء كانت محدودة محدودة من حيث الكم ومن حيث النوع محدودة يعني يعني لو رحنا الى الى ايليا او رحنا الى أليشا معجزاتهم محدوده حتى المعجزات اللي صنعها يعني موسى كانت ايضا محدوده كويس لكنه معجزات المسيح معجزات غير محدوده ومعجزات شامله غطت كل نواحي الحياه وكل احتياجات الانسان المختلفه المسيح شفى الاعمى وشفى الاعرج والأصم والأكم وشفى الأبرس شفى المنحنية شفى نازفة الدم شفى المستسقي شفى المولود أعمى المسيح مارس سلطان على الطبيعة المسيح أظهر سلطان على الموت مش مرة لكن مرة واثنين وثلاثة المسيح صنع معجزات كثيرة وقلت أنه إنه المرة اللي فاتت إنه ليس كل ما سجل في الكتاب المقدس هو كل ما صنعه يسوع لانه يوحنا الحبيب قال لنا ايه؟ قال لنا ان هو اشياء كثيره صنعها يسوع الاشياء دي الكثيره اللي صنعها يسوع لو كتبت فالعالم لن يسع الكتب المكتوبه لكن هذه كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح وليكن لكم حياة إن أمنتم باسمه فالغرض من كتابة المعجزات أو الاختيار المعجزات دي كان أن احنا نؤمن أن يسوع المسيح هو أن يسوع هو المسيح هو المسيح المخلص لكنها ليست كل المعجزات يقول الكتاب ومعجزات كثيرة أنه, إنه شفى جميع المرضى مين جميع المرضى دول لما يقول لنا عبارة جميع المرضى ده المسيح كان كان كل مدينة بيروحها كانت المدينة بتنقلب رأسا على عقب كانوا بيأتوا إليه بمرضى وعمي وبرص وكان كل أنواع المرض كان بيأتي عند المسيح ويقولوا أنه شفى الكل شفى جميع المرضى جميع المرضى شفاهم معجزات المسيح معجزات شاملة غطت كل جوانب الحياة من إشباع من, من حرية من سلطان إبليس من حريه من الموت غطت كل اشياء معجزات المسيح معجزات شامله اما معجزات الانبياء فكانت محدوده من حيث النوع ومن حيث ايضا الكم معجزات الانبياء كانت تجري باسم الرب يعني لو درسنا كل المعجزات اللي صنعها رجال الله في العهد القديم هنجد انه كل المعجزات كانت بتجرى باسم الرب. كانوا يصلون ويطلبون من الرب، يعني لما الشعب يعطش وموسى يروح يصرخ للرب، وبعدين الرب يقول له روح كلم الصخرة لما الشعب يجوع ويبقى عايز ياكل لحمه وموسى يروح يصرخ للرب، فالرب يقول له اعمل كذا وكذا وكذا. لما كل المعجزات لما ليه يعني ابن الأرملة وإلى أخره ويتكلم و... و... عن حتى ال... الابن الذي أقامه من الأموات كل هذه كان يصلي إلى الرب كان يطلب للرب كان يصرخ إلى الله لكن لما نيجي هنا لمعجزات المسيح معجزات المسيح كانت بكلمة منه هو كانت بكلمة منه هو لم تحدث معجزة واحدة من معجزات المسيح أنه صلى فيها إلى الله واستجاب الله وصنع المعجزة لكنه كان يصنعها بقوته الشخصية في شخصه يقول الكتاب كانت تخرج منه قوة تشفي يعني ده, ده, كانوا بيأتوا ليه بالمرضى والمجانين والعمي والبرص إلى آخره ويدعوهم قدامه لأن قوة كانت تخرج منه لتشفي حتى المرأة نزفت الدم قالت إن مسست هدب ثوبه شفيت وبعدين الرب يسوع لما لمست هود بثوبه وشفيت قال التلاميذ جه التلاميذ قال من لمسني؟ قالوا له انت شايف الجموع قدامك حواليك ازاي يعني كل الناس حواليك اكيد الناس هتلمسك واحنا ما نعرفش مين مين لمسك؟ قال لا لانه في قوه خرجت مني. المسيح كان يجري المعجزات بالقوه التي كانت تخرج منه. لكيما تشفي. بينما ولا يستطيع احد من حتى العهد القديم انه يتجاوز امر الرب، يعني لما كان يروح يعمل معجزه كان الرب يقول له الانستراكشنز، يقول له الـ يعمل ايه؟ يعني يسوي ايه؟ يعني مثلا التعليمات سوري. فلما مثلا موسى الشعب يتذمر عايز عايز انه يشرب، والرب يروح يقول له موسى روح كلم الصخره، كويس؟ وبعدين موسى في غضبه يروح ماسك العصاية وضارب الصخرة لأن موسى كسر وصية الرب الرب حرمه من دخول أرض كنعان يعني, يعني كان لازم يتبع التعليمات بالضبط أما الرب يسوع فكان المعجزات كانت تجرى بقوته الشخصية وبأمره هو وبالصورة التي يريدها هو والوقت الذي يريده هو ما هو عارف أنه, إنه العازر مريض عارف كده كويس وعارف عارف ان العازر مات ليه قعد اربع ايام عقبال ما يجي العازر للعازر هو توقيته هو له وقت هو عارف بيعمل ايه كل حاجه كان بيعملها بسلطانه الشخصي طب اوكي اذا كان في شخص بقى على الارض بيمارس هذا كله بسلطانه الشخصي يبقى مين ده وده ده اللي سالوا التلاميذ ده تلاميذ المسيح يعني انت عزيزي المشاهد لما تقرا الاناجيل وتيجي عند السؤال من هو هذا ده مش سؤال جديد ده سؤال سالوا التلاميذ انفسهم قبل كده وقالوا من هو هذا حتى ان البحر والريح يطيعان مين ده مين ده الذي يخرج الارواح بكلمه مين ده الذي الذي يقول فيكون يأمر فيصير مين ده كان المسيح يصنع المعجزات بقوته الشخصيه وبامره هو الفرق الثالث المعجزات الانبياء كانت محدوده الغرض وضمن المسموح به للبشر ولا تصل الى مستوى الخلق كويس من العدم لأن عملية الخلق محصورة في شخص واحد وهو الله بينما معجزات المسيح امتدت لتشمل الخلق والقيامة وسلطان على الطبيعة طيب أنا ده السؤال اللي أنا سألته المرة اللي فاتت هتقول لي كل حاجة عملها المسيح بإذن الله وأنا سؤال بسأله مرة تانية لماذا المسيح وحده أخصه الله بأخص اختصاصاته ده سؤال مهم جدا ليه لأنه للمسيح هل في المسيح حاجة مميزة يعني يعني ليه ليه ما اداهاش لحاجه تاني لحد تاني؟ ليه ما الاشياء دي لحد؟ ليه ما لحد تاني انه يغفر الخطايا، ليه ما اداش لحد تاني انه انه يخلق؟ يخلق للمسيح وده السؤال اللي اللي فعلا يعني يجعلك تفكر ليه شخص المسيح؟ ما الحكمه؟ لماذا تتبع من لا يستطيع أن يفعل أي شيء وتترك الذي يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر لماذا تتبع من يخرج أسوأ ما فيك وتترك من يستطيع أن يجعل حياتك أجمل وأروع مما تتخيل لماذا تتبع من لا يضمن لك الحياه الأبدية؟ وتترك المسيح الذي يضمن لك الحياه الأبدية. إحنا المعجزات في حياة المسيح لم تكن بقى واحد بيعمل سحر وماجيك و... والناس بتلتف حواليه، لأ. دي كانت برهان أكيد على مين هو يسوع المسيح. وانا عزيزي المشاهد فعلا بصلي من كل قلب ان انت تقرا الاناجيل وتقف امام هذا السؤال من هو هذا؟ من هو هذا؟ هو ليه بيعمل كده؟ هو ليه بيقول كده؟ هو ليه بيتكلم بهذا السلطان؟ هو ليه الوحيد اللي عمل دون ودون ودون ودون؟ ليه؟ بالخطية دخل الموت والمرض والألم والمسيح جاء لكيما يغفر الخطايا ويحرر الانسان من نتائج الخطيئه. وعشان كده المسيح يجول يصنع خيرا وما زال يجول يصنع خيرا. وما زال يفتقد ويشفي ويخلص ويحرر الى يومنا هذا هو وحده. مهما كان في حياتك عزيزي المشاهد المسيح وحده يستطيع هو وحده القادر على كل شيء طيب اجي بقى المعجزه الاولى اللي احنا قلنا ده كان مجرد مقدمه هي طويله شويه بس مهمه علشان نقدر نفهم معجزات الرب يسوع المسيح له كل المجد لكن هاجي الى المعجزه الاولى التي صنعها المسيح وهي معجزه تحويل الماء الى خمر طبعا آه كلمة خمر هنا على طول آه يعني آه آه بتزعج البعض بالخاص في بلادنا الشرقية لكن أنا حابب النهاردة أشرح بعض الأمور متعلقة بهذا الأمر الهام خلينا نقول أقرأ النص الكتابي لأنه مش كل المشاهدين بيعرفوا تفاصيل هذه المعجزة فكويس أو إن إحنا نقرأ مع بعض النص الكتابي ونتعرف على آه التفاصيل بتاعة معجزة تحويل الماء إلى خمر بيقول لنا الكتاب وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكان وكانت أم يسوع هناك ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس ولما فرغت الخمر قالت أم قالت أم يسوع له ليس لهم خمر قال لها يسوع مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعاتي بعد قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوا وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مترين أو ثلاثة قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء فملأوها إلى فوق ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى الرئيس المتكأ فقدموا هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قادة الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذ طيب معنا تليفون من الأخ جورج من كندا الو 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 ايوه سلام الرب يسوع معك يا سلام المسيح معاك عم تسمعني؟ اه سامعك كويس قوي اهلين اخي اخي اشرف انا بس كنت اريد احط بعض النقاط أم في ااا تعرف أ... نحن لما بنقرا الانجيل في اغلب الاوقات آه، ناتي ناتي بسرعه ونقرا كل شيء م. بدون ما ندخل يعني هي هي اوريدي مثل ما يقول كونسنتريتد يعني صار آه. مركزه وما عم وما عم نتوسع بالامور مثال هلا مثل ما قلت انه انه آه وقال الرب إن يسوع لعازر وكان قام اغلب الناس اللي موجودين م. بس انا اللي عم عليه انه كيف كان الرجل هذا قد نتن ال... نعرف نحن بعد ثلاثة أو أربعة أيام حتى الدود يصير يسير في جسده صح أنه المعجزة إذا نجي نفسرها ونتعمق بس شوي فيها سنرى كم من معجزة هذه هاي مو مو بس معجزة معجزة المعجزات الشيء الثاني لما مريت على الأعمى اللي كان أعمى منذ الصغر ليس له عيون تتذكر أنت نسيت تقول أنه وتفل في التراث عملية الخلق التي صارت من آدم وحواء وعمل عمل جبل الطين ووضعه في عين، نحن لما نضع الطين في عيوننا راح نعمى، أيوه. مش ما راح نتقطع، بينما هو خلق من الطين صح ما, <applause> ما خلقه ل للأعمى، بس انه أريد انه حتى نركز شوي ولو مشينا بحاجة، أنا بعرف انه الوقت قصير عندك و وحاول تحط أشياء كثيرة في بس خاصة الأخ المسيحي اللي ما هو مسيحي ما هو متعمق بشكل ما بيشوف الرؤية اللي نحن بنشوفها يا أخي أشرف والشيء الثاني أنه كان بدي أقول في كثيرين أنه بيستخدموا الكحول آه. مثل هلا لما بيقول راح لقانا الجليل يقول لك ها شوف يا أخي المسيح راح لقانا وعب الجليل وعبد الأشجار ويعني أنه يعني زلمة أيوه. سكير كما بيشرب سمح بالسكر لا الرب يسوع مو لانه تفرجي بس الربيع شو عم عن بيفرجينا انه لازم نشارك في الاحزان والافراح والاتراح انه ما نكون خارجين عن العالم لانه الهديه التي اعطيت لنا يجب ان نكون في كل وقت وفي كل مكان ليستنير الاخرين مما اخذنا من نوره ومن أمين. أمين. ومن جلاله ومن عظمته ومن محبته ومن ومن كل شيء أنا أنا آسف إنه أنا حبيبي دكتور أشرف أنت برنامجك شكل... أنت برنامج برنامج تبعك كثير حلو أنا ما فيني أنا أنا من طلابك الصغيرين لا لا لا, لا لا ربي يباركك يا أخي آه جورج ما بدي أقول لك بس أنا بس رد أفرجي بعض yes. النقاط المهمة بشكل نحن عم بنمر عليها آه. مرور في عندي بس شغلة وحدة من متى متى 22 إذا سمحت لي أيوه تفضل إنجيل متى الساعة الرابع عشر يقول وللوقتي ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة أيوة. ويسبقوا إلى العصر حتى يصرف الجموع وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده وأما السفينة فكانت أكي. وقد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج م. لأن الريح كانت مضادة وفي الهزيء الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على أه. البحر أيوة. فلما أفسره التلاميذ ماشيا على البحر واضطربوا قائلين أنا هنا بس أريد أفرجي انه معجزه اخي يا اشرف كيف هو بده يشوف العذاب اللي عم يمروا فيه التلاميذ هو, هو على الجبل هو على الجبل في وقت انا وضحف. انا حابب اطمنك ما لا انا حابب اطمنك ان احنا أ... أ... نعم. أ... انا حابب اطمنك ان احنا اللي عملناه يعني هو مجرد مقدمه لكن الحلقات اللي جايه هناخد المعجزات بالتفصيل زي النهارده مثلا هنتكلم عن شويه تفاصيل عن معجزه تحويل الماء الى خمر فاحنا مش هنعديها لكن هناخد طبعا. بالتفاصيل وبالنص الكتابي لو نقدر كل معجزة على حدة أنا بس بس كنت أقول على آية أخي أشرف إنه إنه كيف إنه الرب يسوع لو لم يكن yeah. إلهاً طبعاً. كيف بده يشوف على بعد أميال في وسط البحر ايوه ما عندوش لا تلسكوب بده يطلع وعم بيشوف العذاب اللي عم يمشوا فيه، فلذلك حتى يقول لنا الرب انا معكم واينما كنتم صح. اراكم ما صح. تفعلون وما صح. تمرون به امين من امين شكرا, شكراً ليك وشكرا, لي وشكراً بارك على, على مداخلتك وعلى و... الكلمه اللي عم بتقولها الرب يباركك حبيبي شكرا ليك وشكرا على المداخله الجميله بتاعة حضرتك. فاحنا قرينا النص الكتابي وزي ما قلت الاخ جورج احنا هناخد بقدر الامكان يعني المعجزات هنقف معاها مرات كثيره جدا وهنتكلم عن انواعها ونتكلم عن عنها بالتفصيل والمره دي هتكلم عن يعني معجزه زي ما قرينا معجزه تحويل الماء الى الى خمر. طيب المكان زي ما قلنا هو قانا الجليل وعلشان نقدر نعرف فين قانا الجليل الخريطه اللي موجوده دي الحته اللي فوق دي اللبني دي بحيرة طبرية وتحت برضه هنا بنشوف هنا ده البحر الميت ودي بحيرة طبرية ودي منطقة الجليل هنا ومنطقة أورشليم هنا. فالرب يسوع كان في قانا الجليل وقانا الجليل تبعد حوالي تسع أميال يعني ممكن تبقى حوالي 14 15 كيلو شمال الناصرة اللي تربى فيها الرب يسوع له كل المال. ف الجليل كان يقول الكتاب في اليوم الثالث. لما بنقرا انجيل يوحنا بنعرف انه في اليوم الاول والثاني والثالث اللي بيتكلم عنه هنا. اليوم الاول هو اليوم الذي تبع فيه يوحنا واندراوس الرب يسوع. يوحنا واندراوس كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان ولما شاف يوحنا المعمدان بيتكلم عن الرب يسوع على انه هو المسيا المنتظر الاتي راحوا مشوا ورا الرب يسوع، وبعدين اندراوس راح جاب بطرس، كويس؟ أخوه ده في اليوم الاولين اليوم الثاني الرب يسوع وجد في لُبُس، وفي لُبُس وجد نثنائيل، كويس؟ والاثنين يبقى عندنا دول ونثنائيل بعد كده وفي لُبُس صاروا تلاميذ للرب يسوع المسيح. لما نيجي للمناسبة التلاميذ اليوم الاولاني والثاني الرب يسوع صار عنده مجموعه من التلاميذ كان في فرح في عرس قاده الجليل وطبعا ده بيعلمنا ان الرب يسوع لم يكن منعزلا عن المجتمع لكنه كان مع الناس في افراحها وفي احزانها ويقول الكتاب في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت ام يسوع هناك ودعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس غالبا اللي هم التلاميذ اللي دعاهم المسيح الاولانيين دول أه وبقيه التلاميذ يعني ما كانوش لسه أه انضموا الى أه الرب يسوع فخد تلاميذه وراح بيهم الى العرس أه زي ما هنا بلا شك ان الخمسه الذين صاروا من تلاميذ المسيح يوحنا واندراوس وبطرس وفيلبس وناثنائيل صاحبوا الرب يسوع الى وليمه العرس الأزمة حصلت في أزمة هناك واحتياج طبعا إحنا عارفين في الأعراس بتاعتنا في بلدنا الشرقية إنه أهل العريس هم اللي بيقوموا باستضافة المعازيم أو المدعوين وطبعا ده بيبقى احتفال كبير بعض الناس بتقول لنا إنه الاحتفال بيبقى لمدة أسبوع البعض بيحطه أكتر من أسبوع لكنه احتفال القرية كلها بتحتفل به وكان وقتها العريس يلقب بالملك والعروسة تلقب بالملكة وكان كل واحد فيهم يعني اللي عايزينه كانوا الناس بتعمله لهم لانه ده, ده, ده فرحهم فلما فرغت الخمر طبعا كلمه فرغت الخمر دي دي فضيحه في حد ذاتها لاهل ال 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 الأصحاب العريس او اهل العرس انه دي فضيحه انه اذا خلص الاكل اللي انت بتقدمه للناس دي فضيحه في حقك وفي نفس الوقت اغلب الظن ايضا انه الناس دول كانوا فقراء ما كانوش اغنياء ولم يكن عندهم ما يكفي لكل الاهل القريه اللي جايين علشان يحضروا العرس. طيب اخد هكمل الروايه معاكم لكن خلوني اخد تليفون مداخله اخرى من ابو مهند من الاردن. مساء الخير. مساء النور اهلا وسهلا بحضرتك. تحية محبة للأخ الدكتور أشرف عزمي أه سؤالي يدور أه نعرف أن المسيح ولد في بيت لحم أيوة مدينة داود بيت لحم ولكن في لو تصفحنا الكتاب المقدس ما نقرأ أنه صارت عجوبة أو أه شغله يعني خارقه بالنسبه ل في بيت لحم م. كله في في القدس وفي الشمال وفي مم. أريحة لكن لم تذكر بيت لحم أنه سوى فيها المسيح عجائب العجوبة الأولى والأخيرة اللي هي ميلاد المسيح العجوبة مم. هذه هذا على ما أعتقد أنه العجوبة الأعجوبة الوحيدة اللي هي أهم لأنه مم. في ميلاد المسيح انفصل التاريخ قبل الميلاد أيوة. وبعد الميلاد لأنه كان أهم يوم في التاريخ اللي هو ميلاد المسيح عش. وأحسن أعجوبة اللي هي كلمة الملائكة ترنيمة الملائكة مم. للرعاة المسجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المطرح. أمين هذه هي الأعجوبة التي حصلت في بيت لحم بعد ميلاد المسيح شكرا شكرا للاخ شكرا لك يا ابو مهند والرب يباركك وبنسعد بمداخلاتك باستمرار معنا آه لو جينا الى العذراء ويسوع المسيح في انجيل يوحنا لم تذكر مريم ام يسوع بالاسم لكنها كانت دائما تذكر على انها ام يسوع آه رب يسوع هنا قال لما جت قالت له الخمر خلص قال لها عبارة أه أوقات كثيرة ثقافتنا النهاردة ما بنقدرش نفهم أه يعني معنى العبارة دي وفي نفس الوقت ممكن بنفهمها على أنها تعبير في نوع من القسوة أو عدم التقدير لمريم العذراء قالت أم يسوع له ليس لهم خمرا قال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة طبعا احنا بالاخص يمكن في ثقافتنا المصريه اول ما بنسمع يا امراه على طول بيجي في ذهننا ده عدم تقدير لكنه ده في الاساس عدم فهم لثقافه اليهوديه والكلام في اليهوديه في ذلك في ذلك الوقت. تعالوا نشوف الـ 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 الكلام اولا اولا مريم العذراء كانت تعرف يسوع المسيح ومن هو يسوع المسيح مش بس انه انه ان المسيح اتولد من مريم العذراء وهي صارت له الام بحسب الجسد لكنه ايضا شيء مهم جدا انه مريم كانت تحفظ جميع الامور متفكره بها في قلبي، كل اللي اتقال عن يسوع المسيح في طفولته مريم كانت حفظها في قلبها، كانت تعلم انه انه هذا الشخص مختلف، هذا هو المسيا المنتظر، هذا هو الشخص الذي ترنمت له الملائكه التي قالت المجد لله في الاعالي وعلى الارض سلام. وعشان كدة هي لجأت اليه طب هي ليه ما لجأتش لاي حد تاني هي لجأت له لانها تعلم قدرته تعلم انه يستطيع ان يسدد هذا الاحتياج كويس مالي ولك يا امرأة هذا التعبير اولا الرب يسوع في انجيل يوحنا نادى مريم مرتين مريم العذراء ناداها مرتين يا امرأة كويس المره الاولى في هنا في المعجزه دي قالها مالي ولك يا امراه والمره الثانيه وهو على الصليب وهو على الصليب لما لما قال على الصليب يا امراه نظر اليها كويس وهو معلق على الصليب نظر اليها وقال يا امراه هو ذا ابنك على يوحنا الحبيب كويس ال ال طبعا وكمان الرب يسوع لما اتكلم مع مريم المجدليه بعد قيامته لما ظهر اليها قال لها يا امراه لماذا تبكين؟ فبالتالي تعبير يا امراه ها يا اما احنا فاهمينه غلط يا اما ليه مفهوم صح افضل من اللي احنا فاهمينه. هذا التعبير يا امراه ليس فيه عدم توقير بل يحمل التقدير الكامل والاحترام هو يحمل التقدير الكامل عشان كده مالي ولك يا امراه لو حطيتها بالي... باليوناني جوني امرأة سيدة وبعض الترجمات في الانجليش يمكن شوية بتوضح لنا دير ومن why do you involve me يعني ف... ف... فكلمة حتى يا امرأة يا سيدتي يعني لو خدناه حتى النهاردة في لبنان أو في البلاد في سوريا أو غيره الواحد بينده زوجته بامراه وده مش عيب ده, 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 مجرد اختلاف ثقافة لكنه تعبير يحمل في ذاته التقدير والاحترام إيمان مريم بشخص يسوع ظهر في قولها قالت أمه للخدام مهما قال لكم تفعلوا هي مؤمنة أنه يقدر هي يعمل حاجات كتير جدا هي عارفة طبيعة هذا الشخص مهما قال لكم تفعلوا عشان كده لجأت إليه طيب كان في سته اجران موجوده من الحجاره وده صوره لواحد الاجران موجود في المتحف هذه الاجران الجرن الواحد بيحتوي على ما بين 48 الى 60 لتر من الماء كويس كان موجود فيه بيخزنه في 80 سوري 80 لتر من الماء سته اجران يعني لو ضربنا سته اجران في العدد ده ما بين 288 الى 480 لتر من الماء اتحولوا الى الى خمر سته اجران مملوءه يجي هنا السؤال طبعا ليه المسيح عمل هذه المعجزه ليه المسيح عمل معجزه تحويل الماء الى خمر طيب خلوني قبل ما اجاوب على هذا السؤال اخذ مداخله من لؤى من الجزائر رضا سوري رضا الاخ رضا مساء الخير دكتور اشرف مساء النور حبيبي اهلا وسهلا بك حبيت افهم كلمه المسيح كنت اتكلم عن المسيح الخمر الخمر يعني غيره الى ماء ولا يعني كيف؟ لا هو غير الماء الى حول الماء الى خمر يا اخي الكريم هو الماء ما يتغيرش الماء الماء هو سنة هو سنة من سنة الله في في ملكه <applause> أما الخمر فهو فهو صنع كويس أيوة صحيح أنا عايز بس أوصل في معاك في النهاية أنت عايز ت... يعني النقطة اللي عايز توصلها إيه؟ هي النقطة اللي عايز توصلها هي هي إن الخمر ليس مخلوق يعني ما خلقوش الله عز وجل يعني كويس ماشي بالمطر فهمني يا اخي فاهمك يعني يعني آه آه الخمر صنع بشر صح؟ نعم آه اوكي يا. طب والخمر دون آه صنع البشر هل هل الله يستطيع او هل ليه المسيح المعجزه بتقول لنا انه المسيح حول الماء الى الى خمر كويس فهل لا لا لا, 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 لا. ما فيش معجزه انت مش شايفها انها معجزه لا لا اما امال امال جاب يمكن جاب, يمكن جاب... يمكن أم... أم ال... الخمر سامحني يا اخي اشرف آه. يا دكتور اشرف لان الخمر حرم في 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 عهد الرسول النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد ايوه اوكي كان. كان 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 من قبل الخمر طيب أ... انا هتكلم عن م... فيه خول. فيه خول. اوكي سامحني 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 اخي انا كأيو. سامعك في قول يقول عز وجل ولا 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 ولا, 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 ولا يعني اعطيك مثال ولا 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 وانتم سكارى مثال نحن نحن حديث ولا تَقْرِبُوا ولا الصلاه وانتم سكارى ولا حري من الخمر اوكي ماشي ده 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 بالنسبه ليك انت خليني اكل انا هقدم انا هكمل هكلم عن الكتاب المقدس والخمر عشان ايه انا عارف الموضوع ده بالنسبه للاخوه المسلمين بيمثل لهم يعني نوع من العدم عدم الارتياح ايوه أخي الكريم، أخي الكريم، أخي أشرف هذا مجرد رأي لا أنا أنا رأيك أنا سامع رأيك وبقدر رأيك وبشكرك على هذه المداخلة و و و و وأسعد دايما لو عندك أي سؤال أو أي مداخلة ان تتصل بينا في أي وقت حبيت نسأل آه أخي الكريم عندي مداخلة من السؤال أه برك أيوة هو المشكل بين المسيح والعرب هو فيه في, في في الأديان ولا في البشر؟ اها لا انا طرحت عليك سؤال وانت جاوبني المشكله بين العرب في الاديان ولا في, في المشكله بين في العالم يعني في العالم باكمله المشكله حبيبي انه انه احنا اوقات كثيره مش بنقبل اللي ربنا بيعلنه عن نفسه دي مشكله دي بسبب طبيعتنا الخاطئه ان احنا ان احنا عايزين نعمل ديانه بحسب اهواءنا وبحسب رغبتنا وبحسب اقتناعاتنا الشخصيه كويس لكنه لكن لكن مش بنيجي يعني يعني انا كده اشجعك يعني يمكن اللي انت اللي انت اتربيت عليه واللي انت عرفته هو الاسلام كويس انا اشجعك انك تقرا الكتاب تقرأ انا شجعك تقرا الكتاب المقدس وانه انه تاخد رحله بحث كويس انه انه هل الله هل هل الله في الكتاب المقدس هو هو اله الاسلام وايه الفرق ما بين دون وما بين دون و و يعني لا في فرق كبير في فرق كبير جدا لانه يعني الله كما اعلن نفسه لينا في الكتاب المقدس وفي شخص يسوع المسيح مختلف نهائي عن عن اله الاسلام مختلف نهائي ف... لا صحيح صحيح دكتور في مختلف في الطبيعه صحيح ومختلف, صحيح الأعمال صحيح ومختلف, صحيح ومختلف صحيح في الاعمال صحيح ومختلف مختلف في حاجات كثيره اخي كريم سامحني 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 هو فيه قول في قول الله عز وجل يقول هذا في قول عيسى ابن مريم رضي أه صلى الله عليه وسلم لك معايا؟ معاك سمعك أيوة يقول فيه عيسى سيأتي رسول من بعد اسمه أحمد صحيح؟ لا مش صحيح ده مش صحيح يعني هو هو سامحني أه. هو هو لا 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 الـ الـ يعني دي مشكلة الإخوة المسلمين بص لا بص لا, لا يا, يا حبيبي يا حبيبي انت انت انت, إنت جبت مصادرك عن المسيح منين؟ ما هي دي النقطة. أنت دلوقتي جيت ثواني خلينا نكمل نقطة خلينا نكمل نقطة, نقطة. أنت دلوقتي جيت أوكي أنا دلوقتي جيت بعد 600 سنة من شخص يسوع المسيح. جيت بعديه كويس؟ أنا لا كنت معاصر للمسيح ولا أعرف حاجة عن المسيح ولا عاشرته ولا عرفته ولا مشيت معاه ولا صرت من تلاميذه ولا أعرف الثقافة اليهودية ولا تربيت على, على, على العهد القديم أنا جاي في شبه جزيرة عربية وبعدين كلمت عن واحد عاش قبلية ب 600 سنة مع أنه اللي عاش قبليك ب 600 سنة اتكتب عنه سواء من أتباعه أو من غير أتباعه خارج أتباعه كتير جدا إلا أنه أنت جيت بمعلومات لا ده قالها ولا ده قالها كويس؟ وعايز تفرضها على انه هي دي الحق وده مش صح. ليه؟ لانه علشان انت اثبت لي هاخد مثل بسيط. ال 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 لما يجي لما ال كل الكتاب وكل الكتاب المقدس يقول ان المسيح صلب كويس؟ وبعدين يجي واحد بعد 600 سنه رسول الاسلام قال لي بعد 600 سنه وقال لي وما صلبوه، اوكي طب قدم لي دليلك. لما كل اللي عاشوا مع المسيح وشافوه وكتبوا عنه قالوا أنه هو صلب. أنت جاي بعد 600 سنة تقول لي وما صلبوه وعايزني أنا أقتنع باللي أنت بتقوله مع أنك لم تقدم دليل واحد دليل واحد منطقي على أنه يسوع لم يصلب هو كده عموما أنا بشكرك أخرده على المداخلة دي وساعدت بسؤالك طيب لما نيجي الى ليه المسيح حول الماء الى خمر؟ في لكل معجزه ليها مدلولاتها المهمه جدا. وهي اعلان عن بدايه عصر جديد، يعني ايه؟ فاكرين لما موسى زمان اول آيه عملها موسى كانت ايه؟ تحويل الميه الى دم، تحويل نهر النيل الى 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 دم، وده كان اعلان دينونه من الله على انه الله بدأ يدين مرحله جديده دخلت فيها مصر في الدينونه. هنا لما بدأ الرب يسوع بدأ بتحويل الماء إلى خمر بدأ بعصر جديد بدأ بشيء جديد يعلن من خلاله أنه هو فعلا المسيا لكن هاجي عند سؤال مهم جدا وأتمنى أنه ألحق بالوقت أنه أجاوب على هذا السؤال ما هو موقف الكتاب المقدس من الخمر؟ أولا لا يحق للأخ المسلم مهما كان ان يفرض اقتناعاته ويحكم بها على الكتاب المقدس، يعني يعني ما يجيليش بالاقتناعات بتاعته كويس ويقول لي لازم افرضها على على الكتاب المقدس والا يبقى الكتاب المقدس غلط، ده ما ده ما ينفعش. الفرق ما بين الكتاب المقدس وما بين الـ الـ القرآن كفرق سماء على الارض، كويس؟ ذلك من جهة حتى سمو التعليم وسمو الحياة والعبادات إلى آخره يعني وكلمنا عن الجزء ده في الموعظة على الجبل كتير جدا فبالتالي لما نيجي إلى الموضوع الخمرة حابب أقول بعض الحقائق أولا الكلمة العبرية المستخدمة وهي كلمة يين كويس وردت أكثر من 130 كل مرة في العهد القديم وحده وهي بتشير إلى نوعين بتشير إلى عصير العنب كويس العصير العادي وبتشير ايضا الى العصير المختمر او المخمر كويس واين فالكلمه دي بتستخدم للاثنين وطبعا لانه في ذلك الزمان وفي ذلك العصر لم يكن هناك ثلاجات تقدر تحفظ فيها العصير فكان افضل طريقه انك تحفظ بها العصير انه يختمر وانه انه 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 يستخدم فيما بعد الكتاب المقدس بيحذر من اوله الى اخره من السكر بالخمر ودي نقطه مهمه جدا بيحذرنا من السكر بالخمر يقول لنا كده الخمر مستهزئه المسكر عجاج ومن يترنح بهما فليس بحكيم ده تحذير في سفر الامثال واصحاح 20 وفي عدد واحد كمان نيجي لشاهد اخر يقول لنا ايه لمن الويل؟ لمن الشقاوه؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح؟ بلا سبب لمن ازمهرار العينين للذين يدمنون الخمر الذين يدخلون في طلب الشرب الشراب الممزوج كويس السترونج درينك يعني طيب العهد الجديد بقى وردت فيه الكلمه اللي هي اوينوس والكلمه دي وردت على كل العهد القديم طبعا في العهد القديم كان الناس بتستبدل الماء بالخمر ليه؟ لانه الميه كانت بتحتوي على كثير من البكتيريا والفيروسات كويس ولما كان الانسان يشرب ميه من الابار او من غيره كان دايما يصاب بامراض فالطريقه الناس استبدلت بيها ما كانش بقى عشان يسكر لكن كتره كان يسكر لكن الناس اللي استبدلت بيها كان شيء من العادة جدا الناس استبدلت المية المليانة بكتيريا وفيروسات بانها تشرب عصير العنب او عصير العنب المختمر الحاجة الثانية انه الناس كانت ايضا ممكن تمزج الميه تمزج الميه ببعض من الخمر عشان يقتل الفيروسات ويقتل البكتيريا اللي فيهاش كده الرسول بولس لم يصرح بشرب الخمر لتلميذه تيموثاوس زي ما البعض بيقول لكنه قال له لا تكن فيما بعد شراب ماء لانه الماء بيرجع مادتك وفي بكتيريا كتير لكن ممكن تستعمل قليل من الخمر كنوع من العلاج واحنا النهارده معظم ادويتنا فيها مخدرات كل ادويتنا اللي بناخدها من بدايه يعني من كل الادويه اللي بناخدها فيها نسبه ميها وكل مسكنات الالم ما هي الا نوع من الـ 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 المخدر الدراجز أحيانا أخرى كان يمزجون الماء بالخمر لتطهيرها وقتل الميكروبات الفطرية شراب العنب الغير مختمر أو المختمر كان شراب عادي جدا فبسبب عدم وجود تلاجات زي ما قلت لحفظ العصير كان الناس بتحفظه مختمر الله في الكتاب المقدس من أوله إلى آخره يدين ويحذر من السكر عشان كده بولس الرسول قال ايه؟ واعمال الجسد ظاهره، التي هي زنا عهارة نجاسة دعارة عبادة أوسان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحزب بدعة قتل سكر فده من أعمال إيه؟ من أعمال الجسد وأيضا يقول لنا أنه لا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت السماوات والآية الأخيرة لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح القدس عزيزي المشاهد الى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم